مشاهير من أصول كردية. سعاد حسني. ولدت سعاد حسني في حي بولاق قرب قصر عابدين في القاهرة، وكان والدها الخطاط السوري المعروف محمد حسني البابا ينحدر من أصول كردية نسبة للعائلة البابانية. وقد هاجر من سوريا إلى مصر في بدايات القرن العشرين واستقر فيها، وهو ابن المطرب السوري المعروف حسني البابا وعمه الممثل الكوميدي أنور البابا، الذي جسد شخصية المرأة الشامية أم كامل أفضل من المرأة ذاتها. حصل محمد حسني البابا والد سعاد حسني على الجنسية المصرية عام 1965، وهو والد الفنانتين سعاد حسني ونجاة الصغيرة. ويذكر أن مقالاً للكاتب نسيم الكرد انتشر حينها بعنوان استلهم الجميع، وكان العنوان سندريلا مصرية من أصول كردية. مشاهير من أصول كردية.